النهارده البرازيلي ميكالي المدير الفني لمنتخبنا الاولمبي بيعلن قائمه المنتخب الاولمبي عشان طبعا التاهل او استعداد للتصفيات الافريقيه المؤهله لاولمبياد باريس. الحقيقه كالعاده بيضم عدد كبير جدا من لاعيبه النادي الاهلي. عندنا كريم الدبس وعبد الرحمن رشدان ورأفت خليل، احمد حسن كوكا، محمد مغربي، مصطفى سعد، ميسي، وكمان يعني كمان حمزه جمال، ده طبعا حارس مرمى النادي الاهلي، كمان بعض اللاعبين من النادي الاهلي المعارين لانديه تانية في الدوري الممتاز كالعاده. وده مهم جدا كالعاده، المنتخب وجميع المنتخبات سواء على مستوى ناشئين، على مستوى شباب، على مستوى المنتخب الاولمبي، دايما النادي الاهلي يعني بيكون العدد الاكثر ومن لاعبي النادي الاهلي. الحقيقه مهم جدا نحافظ دقيقه بالظبط عند المنتخب الاولمبي. للاسف يمكن اتاخرنا شويه في تكوين هذا المنتخب، ما كانش فيه مدير فني، مع وجود البرازيلي وصل ويادوبك بيشوف بيعمل سكان على اللعيبه، لكن اتمنى 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 ان شاء الله باذن الله ان يكون هذا المنتخب يعني منتخب قوي، منتخب يصل الى الاولمبياد. مهم جدا، خلي بالكم يعني الحمد لله واحد كان متواجد في اولمبياد لندن 2012 وعارف قيمة هذه المباريات على المستوى العالمي، ويمكن كثير من اللاعبين بيخرجوا للاحتراف الحقيقي من خلال هذه البطولة. يعني شفنا محمد صلاح خرج من بعد الأولمبياد وبدأ مشواره الاحترافي بشكل كبير. عندنا لعيبة مميزة جدا في هذا السن، يمكن عملية التأهيل أو عملية التحضير أنا قلقان شوية لأن كان لازم نبدأ من بدري شوية، لكن دايما المنتخبات الأولمبية بتمثل هي العلاقة الوطيدة والوثيقة بالمنتخب الأول. يعني دايما تشوف كده شادوا المنتخب الأولمبي هيكون إيه الجيل القادم للكرة المصرية. أتمنى إن شاء الله بإذن الله على مستوى المنتخب الأولمبي يكون جيل مميز جدا، لأن بقول لحضراتكم دي يعني المراية اللي بنشوف منها منتخبنا الأول هيروح فين وجاي منين. أتمنى أتمنى يكون في شوية ثقافة في تأهيل منتخبنا الأولمبي، شوية علم في تأهيل منتخبنا الأولمبي، أنا بتكلم على السنوات القادمة. وأتمنى أي لاعب يعني يبدع ويتألق في المنتخب الأولمبي لازم يكون ليه دور في المنتخب الأول سريعا سريعا. يعني أنا عارف أن منتخب 2012 في الأولمبياد خدنا وقت شوية عقبال ما تم تصعيد عدد كبير من اللعيبة، ده مش موجود بره. يعني نتيجة كمان ان بره في بعض يعني الدول، كثير من الدول هذه المرحلة السنية ما بقتش خلاص لعيبة بتلعب مع انديتها في الدوري ولا لعيبة بتلعب ولا ما بتلعبش، لا هذه المرحلة والسن ده خلاص انت لعيب وبتلعب مع فريقك الاول وبتلعب مع منتخب بلدك. كمان من قبليها عندنا امثلة كثيرة جدا زي جافي في اسبانيا واسماء كثيرة. كل التوفيق لمنتخبنا الأولمبي اللي إن شاء الله بإذن الله يكون متواجد في أولمبياد باريس 2024 ويكون إن شاء الله نواة أساسية لمنتخبنا الأول.